أنا أعتقد فعلاً أستاذ عدي أنه الأمر أصبح يعني يكاد يكون شبه مستحيل، ما أريد أقول مستحيل لما ماكو مستحيلات بالسياسة، بس باعتقادي تشكيل حكومة من الإطار التنسيقي وفق الظروف الحالية وفق الانقسامات وفق الفضائح ووفق رغبة إيران نفسها ليس وارداً. أنا باعتقادي الشخصي حتى إيران لا ترغب في حكومة إطار تنسيقي. ليش تريد بهذا الوضع؟ إيران تريد تهدئة الوضع لأن الوضع متفجر. مجيء حكومة إطار تنسيقي سيفجر الوضع على الأقل مع الصدرين، ما أريد أقول مع الشارع العراقي بأكمله اللي هو شايل وموجه، ما أريد أقول داخل الإطار التنسيقي اللي الخلافات والأزمات في داخله أصبحت معلنة وليست سرا. بس هسه هم يمتلكون أكثر المقاعد دكتور. نعم. وبالتالي لازم نعم يشكلون الحكومة، هم اللي يقررون ويختارون من الشخص اللي يكون برئاسة الحكومة. نعم، هم الآن بانسحاب السيد مقتدى وجماعته من البرلمان وأصبحت الساحة لهم لوحدهم، ولكن هذا هو مشكلة مثل ما يقول العراقيين الخازوق أن الساحة لهم لوحدهم، بإمكانهم من ناحية الدستورية أن يشكلوا الحكومة متى شاءوا، متى شاءوا يشكلون. السنة متفقين معاهم ما عندهم مشكلة، الأكراد متفقين بس يتفقون بيناتهم على رئاسة الجمهورية أيضا ماكو مشكلة. مع كل هذا لن يستطيعوا أن يشكلوا حكومة في ظل الوضع الحالي. ليه؟ لأنه حكومة في ظل الوضع الحالي قد تأتي بالمشاكل أكثر مما تحلها. إيران تدرك ذلك، ولهذا السيد الكاظمي راح سافر ونزل في طهران وسوق لنفسه باعتبار استمرار الوضع أفضل الحلول، وربما تكون إيران موافقة على هذا الحل. طيب. طبعا بالنسبه لي انا لا اؤيد هذا الحل باختصار، لا اؤيد بقاء الكاظمي ولا اؤيد مجيء، لكن انا اطرح لك اياه كتحليل سياسي.